تناقل بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي واقع تحريق اندلع صباح يومه الخميس أتلف مبلغا ماليا كبيرا قدر ب 80 مليون سنتيم داخل منزل بمنطقة ماكونت ضواحي مدينة تارودانت. ووفق المصادر ذاتها فإن الحريق اندلع داخل منزل لأحد الشيوخ، حيث تحول مبلغ قدره 80 مليون سنتيم إلى رماد بسبب الحريق الذي أتى على المنزل. وأشارت المصادر إلى أن نصف المبلغ المحروق يعود لعهد الملكين الراحلين محمد الخامس وحسن الثاني. وانتقل مصالح الدرك الملكي التابعة للمنطقة المذكورة إلى عين المكان فور علمهم بالحادث رفقة الوقاية المدنية، حيث أشرفوا على إخماده بالإضافة إلى فتح تحقيق في الواقعة لمعرفة أسباب وحيثيات اندلاعه.